أنا مصاب ماكل خمس لغات بسوريا. عالجت MSF في الأردن. طلعت على ألمانيا. لحالي يعني هون خالي بألمانيا طلع عن خالي. هاي إيدي. أتلقين هون ماكل. وحدة هون وحدة هون. سلام. تمام. لحالي هون طبعا أنا. بيطلع البردان جسمي يوشي البرد. طلع عن سوريا لأمي. ممنوع أطلع برا. يقولوا بدي اطلع هدي دواء اجيب شيء يقولوا ممنوع بس شو دكتور قال ممنوع فيون دكتور راح دكتور هون يعطيني شباب احا حبتين هاي الحبتين كمان ساعتها تسجل فيك هاي الحبتين ضرب محمود وانا قدامه قال لي بدك ترجع على تركيا اطلب جوهر فطلبت جوهر وجينا على تركيا لما جينا هون حبسونا من 17 شهر 13 شهر حبسونا تركيا حبسونا حطونا بلعب كرة سلة تركيا عاصمة وجوب غراجينا كم يوم؟ حبسونا قريبا شي 113 يوم ربي العسكر هون ربي العسكر وديش تركيا عسكر هون هون ربي بكهرباء هون ربي بكهرباء بلعب سلة فيه فتلت واحد زلمة وين صار هاي يعني هذا يعني حبس كلاب كنت اشتغل بحبس كلاب انا والله حبس كلاب ما عشان شهر انا هون يعني طلع قاعد بخيمة نفس خيمة هي وركيها صار ما يصعد عين من تحت عيط المي يعني وين هاي عاس حقوق انسان وضمان حقوق انسان ومزمدة طلب الولد ومزمدة طلب الولد حابس كيف حاطينه